بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. السلام عليكم الشيخ صالح ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ صالح، لعلنا نستهل هذا اللقاء ونذكر بالنعم الكثيرة، نعم الأمن والأمان في بلادنا المباركة التي تعيشها المملكة العربية السعودية، وهذا من فضل الله علينا فله الشكر وله الحمد. وجهود رجال أمننا البواسل تذكر فتشكر يا شيخ، فهم يقومون بحفظ هذه البلاد والذود عنها من أيدي العابثين والمفسدين الذين يريدون الشر بأمننا وأماننا. شيخ صالح، من هذا المنبر نقدم الشكر والدعاء لرجال أمننا، والدعاء بالتوفيق والسداد لجنودنا البواسل الذين يرابطون على الثغور. لعل لكم كلمة وتوجيه في هذا المنبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذه البلاد لا يخفى أنها تعيش في أمن واستقرار، ولله الحمد والمنة، وذلك لأسباب: أولها صلاح العقيدة، فهذه البلاد ولله الحمد فيها عقيدة صافية، ليس فيها قبور تعبد، وليس فيها ما في البلاد الأخرى من خرافات وترهات وتصوف، إنما هي عقيدة سليمة صافية، وهذا بفضل الله، ثم بفضل دعوة هذا الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. هذه أعظم المزايا لهذه البلاد. المزية الثانية أنها تحكم شرع الله عز وجل في محاكمها، وتقيم الحدود الشرعية على من وجبت عليه، وفيها جهاز الحسبة، وهو جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو صمام الأمان الذي إذا وجد في بلد فإن الله جل وعلا يوفر لها الأمن والاستقرار. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو علامة الأمن والاستقرار والأمن من عذاب الله عز وجل. قال تعالى لما ذكر في آخر سورة هود ما حصل للأمم السابقة من الهلاك والدمار، قال: فلولا كان من القرون من قبلكم، يعني هلا، هذا حث وترغيب، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وذكر عن الأمة التي أهلكها الله من بني إسرائيل أنهم كانوا لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالله جل وعلا إنما جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان للبلاد. وقال جل وعلا: فلما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين ينهون عن السوء
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يكفرون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يوطن الأمن والاستقرار في البلاد، وهو موجود ولله الحمد، وحكومتنا الرشيدة تؤيده وتناصره وتدعمه دائما وأبدا. فهذا من علامات الأمن والاستقرار لهذه البلاد، والحمد لله، بعد تحكيم شرع الله عز وجل فيما اختلف فيه الناس، سلامة العقيدة من الشرك ووسائله، كل هذا ولله الحمد من أسباب الأمن والاستقرار لهذه البلاد. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن فضيلة الشيخ، هذه الجهود المباركة التي يبذلها رجال الأمن في بلادنا المباركة تذكر فتشكر، لعلكم تدعون لهم وتتحدثون عن هذه الجهود. وكذلك الذين يرابطون على الحدود للدفاع عن هذه البلاد ويسهرون ويتعرضون للخطر، نرجو أن يكونوا من المرابطين في سبيل الله، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المرابط إذا مات في رباطه يجري عليه أجره إلى يوم القيامة، فهذا فضل كثير ولله الحمد، وجنودنا نحسبهم على كذلك إن شاء الله، فهم يضحون براحتهم ويضحون أيضا بتعرضهم للمخاطر، كله في سبيل حفظ هذه البلاد. وكذلك من أسباب الأمن والاستقرار في هذه البلاد أنها تستقبل وفود الرحمن للحج والعمرة، وتبذل لهم التيسير والمعونة، وتوفر لهم الراحة في أداء مناسكهم حتى يرجعوا إلى بلادهم آمنين مستقرين. وهذا مما يدفع الله به عن هذه البلاد المكاره الكثيرة، ومما يحسبه الله إن شاء الله ذخرا وعملا صالحا لولاة هذه البلاد. نعم. أحسن الله إليكم. نبدأ بتليفون البرنامج 011-442-83-13، هذا تليفون البرنامج لمن أراد الاتصال، ونأخذ المتصل نايف. ترى أنا ما أسمع شيء يا أخوان. تفضل نايف معنا. يا أخوان ما أسمع شيء. طيب نعود لك بعد. ألو. السلام عليكم يا نايف. طيب يا أخوان. طيب شكرا لك يا نايف، شكرا. فضيلة الشيخ، طيب فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن كتاب تفسير القرطبي، وأيضا ابن رجب، ما هي أشهر كتبه؟ تفسير القرطبي تفسير معتبر ومعتمد، وفيه علوم غزيرة وفيه علوم جيدة، فهو من أكبر التفاسير بعد تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله. وأما مؤلفات ابن رجب فهي كثيرة، منها جامع العلوم والحكم، شرح جوامع الكلم التي هي الأربعين النووية، هذا كتاب عظيم فيه توجيهات وفيه علوم كثيرة، كما سماه مؤلفه جامع العلوم والحكم. وكذلك القواعد الفقهية لابن رجب، قواعد المذهب لابن رجب، وهي قواعد مشهورة ومعتبرة. هذا ما يحضرني من مؤلفات ابن رجب. نعم. له شرح سنن الترمذي، ولكنه مفقود ولا يوجد منه إلا آخره. نعم.
في الآية الكريمة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، تفسير هذه الآية. نعم، الله جل وعلا أمر بالصبر على الشدائد والمكاره التي تحدث بالناس بأمرين: الأمر الأول الصبر وانتظار الفرج وعدم اليأس والمداومة على العمل الصالح، والصلاة. الأمر الثاني الصلاة، استعينوا بالصلاة لأنها يفرج الله بها الهموم ويكشف بها البلايا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة وقال: يا بلال أقم الصلاة، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. كان يرتاح في صلاته لأنه بين يدي ربه ويناجي ربه، فإذا دخل في الصلاة ارتاح من الهموم والأمور المهام العظيمة التي تعرض له صلى الله عليه وسلم. ففيها إعانة، فيها إعانة لأمته إذا حزبهم أمر أن يفزعوا إلى الصلاة ويستعينوا بها على كشف الشدائد، فهي صلة بين العبد وبين ربه، يناجي العبد ربه ويدعوه في صلاته لكشف ما أصابه. فالله جل وعلا قريب مجيب، قد قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. أم سعود لها هذا السؤال قبل أن نأخذ الاتصال يا شيخ، تقول عبارة: وإن غدا لناظره قريب، هل هذا أثر أو دعاء؟ هذا مثل، إن غدا لناظره قريب، هذا من الأمثال المتداولة، بمعنى أن غدا وهو اليوم الذي بعد يومك أنه قريب من صاحبه، لناظره يعني لمنتظره، فهو قريب. نعم. تفضل يا نايف. السلام عليكم نايف، معنا؟ نعم. تفضل تفضل، أنت على الهواء معك الشيخ صالح، تفضل. السلام عليكم. أنا ما أسمع. السلام. طيب، يبدو أنه ما يسمع. أنا ما أسمع صوت يا أخي، تفضل اطرح سؤالك يا نايف. يا أخي نايف، طيب، فضيلة الشيخ، ما بيع السلم، ما المراد به وما مثاله، وهل هو جائز؟ نعم، جائز، هو جائز. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك وقال: من أسلف في شيء فليسلف في وزن، في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم والسلف معناهما أن يقدم الثمن ويؤجل المثمن، فيأتي لصاحب الثمر، لصاحب المزرعة أو لصاحب النخيل، فيدفع له مقدارا من المال بشرط أن 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 يوفيه صاحب المزرعة أو النخيل، يوفيه حقه إذا حصد الزرع أو جذ النخل. وهذا جائز وفيه تيسير، وهذا يغني عن اللجوء إلى البنوك وتمويل البنوك الذي فيه الربا العظيم، فدين السلم يغني عن ذلك والحمد لله. نعم. الأخت السائلة هم مرام تقول: الصوم في الجو البارد والصوم في الجو الحار، هل هو في الأجر سواء؟ نعم، إذا صمت في وطنك سواء كان حارا أو باردا فلك أجرك عند الله سبحانه وتعالى، ولا تذهب إلى المكان البارد من أجل الصيام، هذا مما لا ينبغي أن تذهب إلى المواطن الباردة، بل تصوم في مكانك وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج 011-442-3813 لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ صالح الفوزان.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، هل يشفع لجميع أمته يوم القيامة؟ وما المراد بالشفاعة؟ المراد بالشفاعة هي الوساطة في تحصيل المطلوب، وتكون الشفاعة بين الخلق، وتكون بينهم وبين الله. الشفاعة بين الخلق، قال الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. والشفاعة في إقامة الحدود أو تنفيذ الأحكام الشرعية محرمة، لا يجوز أن تشفع لدفع إقامة حد على من وجب عليه، أو أن تدفع حكما شرعيا لا ينفذ في حقه، فهذا من مضادة الله في أمره. قال صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. ولما وجب قطع يد امرأة من بني مخزوم وعز ذلك على أهلها، وجاءوا إلى أسامة بن زيد لأنه أقرب الناس إلى رسول الله وأحبهم إلى رسول الله، وطلبوا منه أن يشفع عند رسول الله في ألا تقطع يدها، فغضب صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم، نبدأ بالاتصالات، ولعل المتصل الآن يسمعنا. تفضل يا مشعل، معنا على الخط أو انقطع الخط؟ طيب، الزملاء. نعم، فضيلة الشيخ، بالنسبة للداخل للصلاة والصف مكتمل ولم يجد أحد في الصف الثاني يصف معه، هل يدخل مع الإمام لوحده؟ نعم، إما أن يدخل في الصف إن وجد مكانا، أو يدخل عن يمين الإمام، ولا يصف وحده خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم، فضيلة الشيخ، إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة، فهل يقرأ القاضي لصلاته سورة مع الفاتحة؟ الصحيح أن ما يدركه المأموم من صلاة الإمام أنه أول صلاة المأموم، فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة إذا أمكنه ذلك. أما قراءة الفاتحة فلا بد منها، وإن قرأ بعدها شيء من القرآن فهو أفضل في الركعتين الأوليين. نعم، ما العمل يا شيخ صالح إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وقد شرع المصلي في النافلة؟ إن كان في آخرها فإنه يتمها، وإن كان في أولها فإنه يقطعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، إذا أدرك المأموم الإمام ساجدا، فهل ينتظر حتى يرفع أو يدخل معه في الصلاة؟ الأفضل أن يدخل معه في حاله التي هو عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جاء والإمام على حال فليكن معه في تلك الحال. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس يسابق الإمام في الصلاة، فهل تبطل الصلاة ويعيد؟ أي نعم، إذا سبقه بالركوع أو السجود ولم يعده بعده فإنها تبطل صلاته. نعم، يقول هذا السائل يا شيخ: إنشاد الشعر في المسجد ما حكمه؟ لا بأس بذلك، الشعر النزيه الذي ليس فيه معنى سيء لا بأس أن ينشد في المسجد، وقد أنشد حسان رضي الله عنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، أنشد عند الرسول أشعاره في المسجد، وهذا لا بأس به، بشرط أن يكون الشعر نزيها وطيبا كشعر حسان رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فضيلة الشيخ، شخص ابتلي بالحسد، فكيف يعالج نفسه وكيف العلاج من الحسد؟
أن يدعو لصاحب النعمة، اللهم يقول له اللهم بارك له وعليه وما أشبه ذلك، يدعو له بالبركة ويدعو له بالتوفيق، ولا يجد في نفسه عليه شيئا يتمنى زوال النعمة عليه، بل يسأل الله من فضله. قال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. يقول: ما الفرق بين سوداني مقيم بالرياض، يقول: ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأمثلة على ذلك؟ توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فلا يعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله أو يتصرف في الأمور مع الله، هذا هو توحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية وتوحيد العبادة فهو إفراد الله بأفعال العباد التي شرع لهم من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة وغير ذلك، أن يخلصوها لله عز وجل، لا يكون فيها رياء ولا يكون فيها سمعة. نعم، لعل الإخوة والأخوات يتابعون البرنامج وتليفون البرنامج 011-442-83-13 لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ صالح. فضيلة الشيخ، يقول السائل أيضا: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ لا فرق بينهما فيما يظهر لي، القضاء والقدر بمعنى واحد. نعم يا شيخ صالح، هذا يقول: في شبابي وقعت زوجتي في نهار رمضان، وذلك أكثر من 3 سنوات مضى على ذلك، فما هي الكفارة وقد أقبل علينا شهر الصوم؟ الكفارة أن تقضي هذا اليوم الذي جامعت فيه، وهي أيضا المرأة تقضي مثلك هذا اليوم، هذه واحدة. الثانية: عليكما الكفارة، على كل واحد منكما الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم يا شيخ، يقول هذا الحديث: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نعم، الحديث واضح، مطل الغني وهو تأخره عن السداد إذا طلب منه صاحب الحق حقه يماطل به ويؤخر، هذا ظلم، ويحل للممطول فيه أن يشتكيه، أن يشتكيه، هذا حل عرضه، يشتكيه على المسؤولين فيقول: فلان أكل مالي، فلان ماطل بي، لأجل يصل إلى حقه، يحل عرضه. هذه واحدة. الثانية: عقوبته، وهي السجن إذا تأخر وأبى أن يسدد، فإن ولي الأمر يسجنه حتى يسدد، لأنه لا عذر له بالتأخير وهو ملي. نعم، نبدأ بالاتصالات، نأخذ عائض. تفضل يا عائض. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام شيخ صالح، كيف حالك؟ حياكم الله. أسأل الله أن يطيل عمرك على طاعته ورضاه. آمين آمين. تفضل يا طويل العمر. احنا نحاول نشر الاسلام في البرامج وفي الشبكه العنكبوتيه، ونواجه بعض الشبهات من الملحدين، بعضها يعني يرتادنا يعني في عدم الرد عليهم، نجهل بعض الامور الشرعيه في الرد عليهم. منها واحد شكك في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ودعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اي يشكك في ان الله جل في علاه يثبت القلب ثم يرجع ثم يقلب فيهوي بصاحبه في النار. يا أخي، ائتوا بعالم معكم ويرد عليه، ائتوا بعالم من العلماء معكم ويرد عليه هذه الشبهات والترهات. نعم طيب، عطني رد هذه الشبهة جزاك الله خير. نعم عطني رد هذه الشبهة الله يحفظك.
هذه ما هي بشبهة يا أخي، هذا رد لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرد عليه بأن هذا أمر باطل واعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، شكرا، بارك الله فيك. شكرا فضيلة الشيخ، بهذه المناسبة هؤلاء الذين يعني ينشرون بعض الأحاديث أو يبينون بعض القضايا عن طريق هذه الشبكات، فضيلة الشيخ لعل لكم توجيه في التعامل والشروط في التعامل مثل هذه الشبكات. الشيخ يجب أن لا يدخل في هذه الشبكات من ينشر فيها علما اشترطوا فيها أن يكون عالما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل فيها الجاهل الذي لا يحسن ما يقول، فيجب أن لا يدخل فيها إلا من عنده علم يبين فيه الأحكام الشرعية ويرد على أمثال هؤلاء المعارضين والذين ينشرون باطلهم ويعترضون على أحكام الله ورسوله. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما الأفضل في الكفارات، هل تكون بالترتيب أم بالخيار؟ بعضها بالترتيب وبعضها بالخيار، كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان، كفارة القتل، هذه فيها تخيير، فيها ترتيب، ما هو بتخيير، فيها ترتيب. وأما التخيير ففي مثل ما جاء في كفارة اليمين كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كفارة أيمان، يقول سبحانه وتعالى كفارة إطعام مساكين أو صيام 3 أيام، يقول تعالى: فكفارته إطعام 3 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. هذه تخيير، كفارة اليمين فيها تخيير، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، تحرير رقبة. نعم نعم. سالم من تبوك، تفضل يا سالم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال عن اللي يدخل في التشهد الأخير مع الإمام، هل هو يجوز له أو يقيم الصلاة ويصلي؟ اللي يتشهد يدخل والإمام في التشهد الأخير إن كان يرجو أحدا، اصبر يا أخي، إن كان يرجو أحدا يأتي فإنه ينتظر ويصلون جماعة، وإن كان لا يرجو أحدا يأتي فإنه يدخل مع الإمام في التشهد الأخير ليحصل على المتابعة والأجر ثم يصلي بعد سلامه. نعم. شكرا لك، جزاك الله خير. شكرا. يا شيخ، فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما المقصود بالحمر الأهلية وهل يجوز أكلها؟ الحمر الأهلية هي التي المستأنسة عند الناس الذي يستخدمونها ويركبونها ويحملون عليها، هذه الحمر الأهلية، بخلاف الحمر الوحشية المتوحشة التي تعيش في البر ولا تعيش في الحضر، والحمر الأهلية هي التي تعيش في الحضر ولا تعيش في البر. نعم، وهذه حرام، أما الحمر الوحشية فهي حلال وهي صيد. نعم. ما معنى الآية يا شيخ: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم؟ نعم، ما يكون السؤال بقدر الحاجة، بقدر ما تحتاج إليه، ولا تسأل عن أسئلة لا تحتاج إليها. نعم. طيب، تفضل يا نايف من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تسمعنا يا نايف؟ اي نعم اسمعك. تفضل سؤالك اخ عبد الكريم. تفضل. لدي عده اسئله، ان شاء الله اني باختصرها. طيب. السؤال الاول يا معالي الشيخ صالح، عندي اللي هو صيام رمضان تقريبا 2 شهر ما صمتها، طبيب نصحني قال لا تصومها، اللي هو العام الماضي والعام قبل الماضي، عندي مرض مزمن،
طبعا شيخ ايش الفتوى اللي توجهها لي؟ طيب لحظة يجاوب الشيخ لحظة. شوف يا أخي، إن كان ترجو أنك تستطيع القضاء ولو بعد زمان فإنك تؤخر القضاء إلى أن تقدر عليه، ليس عليك شيء. وإن كان وإن كنت لا تستطيع القضاء، مرضك مزمن ولا تستطيع القضاء، فأطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا يكفي، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. السؤال الثاني. السؤال الثاني: إذا كنت لا أستطيع إطعام 60 مسكينا فماذا أعمل؟ كيف إطعام 60 مسكينا؟ إذا كنت ما عليك إطعام 60 مسكين. إذا كنت ما عليك إطعام 60. اسمع يا أخي، يصبر الله يهديك. لا تقاطعنا الله يهديك. أقول إن كنت تستطيع قضاء رمضان في الحال تقضيه، وإن كان لا تستطيع قضاء رمضان في الحال تؤجل القضاء إلى أن تستطيع. أما إذا كان مرضك مزمنا، يا أخي اصبر الله يهديك، أما إن كان مرضك مزمنا ولا تستطيع القضاء لا حاضرا ولا مستقبلا، فإنك تطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليك غير ذلك. طيب نكتفي. طيب سؤالك الثاني، السؤال الثاني مختصر لو سمحت. نعم، السؤال الثاني يا شيخ صالح، بالنسبة لفريضة الحج، هل تسقط عني بالنسبة أنه غير قادر على أدائها للظروف المالية؟ شكرا شكرا. إذا لم يكن عندك. نعم تفضل الإجابة يا شيخ. إذا لم يكن عنده قدرة على المال على الحج، لا في بدنه ولا في ماله، فإنه ليس عليه حج. أما إذا كان عنده قدرة على الحج في ماله وليس عنده قدرة على الحج في نفسه، فإنه يوكل من يحج عنه ويعطيه نفقة الحج. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل لصاحب عقار: ما ضابط العربون الذي يأخذه العقاري؟ وإذا لم تتم البيعة هل يرجع العربون؟ العربون لصاحب المال، ما هو للسمسار، لصاحب المال، أن يدفع بعض الثمن إذا اشترى منه شيئا، وله الخيار، له الخيار، يعني ما هو بيع جازم وإنما بيع فيه خيار، فإنه يأخذ العربون. فإن أتم البيع أكمل الثمن، إن أخذ البيع أتم الثمن، وإن تراجع عن البيع فإنه له العربون للسمسار، العربون لصاحب المال. نعم فضيلة الشيخ، رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة، وصلى ولم يغسل مكانها، فما حكم الصلاة؟ يعيد الصلاة، حكمه أنه يعيد الصلاة، لأنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء. نعم. وإذا انتهى مدة المسح هل ينقض الوضوء وهو على طهارة؟ أي نعم، إذا تمت مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فإنه ينتهي مفعول المسح، فلا بد أن يخلعها وأن يغسل رجليه. نعم فضيلة الشيخ، هذه الأخت سارة تقول: ما حكم قراءة سورة الزلزلة عند الولادة؟ فقد قرأنا بأنها تسهل الولادة في أحد الكتب. لا أدري عن ذلك، وليس كل ما كتب ذكر في الكتب يكون صحيحا، فإذا كان على ذلك دليل من الكتاب والسنة فهو صحيح، وإن كان من أقوال الناس وليس عليه دليل فليس بصحيح. نعم فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: كيف تتم طهارة الثوب من النجاسة؟ وهل المغسلة البخار تكفي أم لا بد من الماء؟ لا بد من إزالة النجاسة، عينها ورائحتها، لا بد من إزالة عين النجاسة ورائحة النجاسة. ما دام باقي شيء من عين النجاسة أو رائحة النجاسة فإنه لم يطهر الثوب. نعم
فضيلة الشيخ يقول: الهموم والغموم داء العصر، وما من إنسان إلا ويحصل له هموم وغموم، ما العلاج في نظركم في ذلك؟ الهموم والغموم تندفع بذكر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله ومن طاعة الله، ويحافظ على صلاته، ويقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فتزول عنه بإذن الله الهموم. نعم، تفضل يا إبراهيم معنا على الخط. الشيخ صالح. نعم. السلام عليكم. والسلام. يوجد مكاين نقاط في المحلات يتم دفع المبالغ الشراء منها. السؤال: كل عملية يأخذ البنك 8%، وبعض الزبائن يصر على زيادة المبلغ الشراء ويطلب تسليمه كاش، أي يعني مثلا مبلغ الشراء 50 ريال يطلب 100 ريال ويسلم 50 ريال كاش، حكم الشيء هذا؟ حكم الشيء حكم هذا أن تسلم الثمن وتأخذ السلعة وتترك عنك النقاط وما النقاط هذه. نعم، شكرا، جزاك الله خير. بارك شكراً. الله فيك. فضيلة الشيخ، قول بعض الأئمة في دعاء القنوت: اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، هل هو دعاء صحيح؟ هو دعاء، لكن أدخلوا فيه في مقامنا هذا، يشترطون على الله، وهذا ما ورد. لا يقول في مقامنا: لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا يجيب هالشرط هذا في مقامنا هذا. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، في الآية: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، ما المراد بهذه الآية مأجورين؟ هذا عند قيام الساعة، عند قيام الساعة وتفطر السماوات وانشقاق السماء، تكون الملائكة يعني حملة العرش حول عرش الرحمن، حافين من حوله، يعني أنهم يكونون من جميع جوانب العرش يسبحون بحمد ربهم، ينزهون الله عز وجل عن النقص والعيب. نعم، تفضل يا أبو ماجد من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام، طول لي عمرك. عندي سؤالين لفضيلة الشيخ الله يحفظكم. السؤال الأول مختصر. الأول: أنا حجيت وكنت في الحج أكبر، والضيط طبعا أنا بالحمل، ونزلنا يوم نزلت يعني عند الحرم قال لي واحد من الزملاء: أنت على وضوء ولا ما أنت على وضوء؟ قلت لا على وضوء، بعدين شكيت أني ماني على وضوء. أنت متوضي من قبل يا أخي؟ نعم نعم، متوضي ومتجهز، وكل شوي أيه. الباص بيجي وكذا وكذا و... طيب بعدين أنا شوف يا أخي، يعني شوف يا أخي، ما دام أنك متيقن أنك على وضوء فأنت على وضوئك، ولا يؤثر الشك. السؤال على اليقين. السؤال من تيقن الطهارة، اسمع الله يهديك، من شك في الطهارة، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن الأصل بقاء الطهارة. نعم، السؤال الثاني. أولي عمرك. السؤال الثاني: نصلينا في أحد الدول الشقيقة دول الخليج، وجينا الناس مصلين تدي أنت صلاتهم، فقمنا الصلاة وصلنا جماعة، جانا واحد فرقنا شينا، هذا يمين وهذا يسار، روحوا كل واحد يصلي الحالة، ما لكم صلاة كذا جماعة. احنا عندنا يعني في احنا على الخطوط وعلى الطرق دائم لا نحتري جماعة وصلي جماعة، ليش هذا يفرقنا؟ روح طيب. صلي الحالة. شكرا، شكرا لك. طولي. ايش يقول؟ يقول انه يصلون في احد المساجد جماعه للقصر والجمع لانهم في سفر، فجاء احد الاشخاص وفرقهم قائلا لهم كل واحد يصلي لحاله. هذا جاهل، هذا جاهل، ولا يجوز له هذا، تفريق الجماعه لا يجوز، الجماعه واجبه، كيف يفرقهم؟ نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن خطر الشائعات ونقل الكلام دون تثبت. هذا فيه قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة
فتصبح على ما فعلتم نادمين. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور الفردية هذه يجيب عليها العالم من وقعت له، وأما الأمور العامة فهذه يرجع بها إلى الجهات المختصة، جهة الإفتاء أو جهة في هذا في الأمور الشرعية، أو جهة ولاة الأمور في الأمور السياسية الذين يستطيعون أن يحلوا هذه الشائعات ويبطلوها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: هذا السائل يجتهد بعض أئمة المساجد عند نزول المطر في الجمع بين الصلاتين، وكذلك عند الغبار، فقد جمع بنا أحد الأئمة عند حدوث غبار عظيم. الجمع للغبار لا يجوز، أما الجمع للمطر إذا كان المطر ينزل أو الأرض فيها وحل ومياه تحول بينك وبين المسجد فيجوز الجمع في هذه الحالة بين المغرب والعشاء خاصة. نعم. يقول السائل: يا شيخ، وجدت حمامة في الشارع لا تستطيع الطيران، فأمسكتها وأطعمتها أياما حتى قدرت على الطيران، فهل علي شيء؟ لك أجر في ذلك إن شاء الله، هذا من الإحسان. نعم. هل الأفضل أن أصلي جالسا في صلاة الليل بلا عذر وأطيل الصلاة، أم أصلي قائما مع قصرها؟ إذا جلست في صلاة النافلة مع قدرتك على القيام جاز هذا، ولكن لك نصف الأجر. نعم. تفضل يا أبو عمار، معنا متصل على الخط، تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أخوي، عندنا مسجد في الحي ومسوين مجلس برا خارج المسجد، معايا؟ نعم. ايوه نعم. واحيان نجلس فيه، وفيه احيان فيه محاضرات، واحيان يجلسون الحي فيه يسمرون فيه جلسات عادي، ما ادري وش حكمه. اذا كان في الشارع ما لا باس، اما في داخل المسجد لا يجوز ان يتخذ مجلسا لغير العبادة وغير ذكر الله عز وجل. إذا كان خارج المسجد فلا بأس. شكرا. خارج المسجد. نعم. شكرا، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: فريضة الحج، إذا لم يستطع الإنسان جمع المبلغ الذي يؤدي إلى فريضة الحج، هل تسقط عنه هذه الفريضة؟ نعم، يجب عليه أن ينتظر، فإذا أيسر ولو في المستقبل يحج، وإذا لم يحصل له يعني مبلغ يحج به فليس عليه حج، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. يقول هذا بأنه مرافق مع والدته وأخيه الأكبر لعلاج الوالدة في الخارج، يقول: بالنسبة للصلوات نريد فضيلة الشيخ أن نجلس أكثر من 6 أشهر، هل نجمع ونقصر الصلاة؟ لا، تصلون كل صلاة في وقتها تامة بدون قصر. نعم، لأن السفر انقطع بالإقامة الطويلة. نعم. كم عدة الحامل إذا توفي عنها الزوج؟ وضع حملها. نعم، وضع حملها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني في العدة. نعم. هل يؤخذ من الرواة أحكاما تشريعية فضيلة الشيخ؟ لا، هذا باطل. الأحكام الشرعية ما تؤخذ إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الرؤيا فلا توجب شيئا ولا تبيح شيئا. نعم. أم عبد الله يا شيخ تقول: هل تسقط الصلاة عن ابنتي وهي مريضة ولا تستطيع الحراك إلا بالحركة فقط بالأصبع؟ تصلي على حسب حالها، إما قائمة وإما قاعدة وإما على جنب، فتصلي على حسب حالها والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للنية في الصيام، يقول السائل: هل تكفي نية واحدة لشهر رمضان أم لكل يوم نية؟
لكل يوم نية، لأن كل يوم عبادة مستقلة، وإذا قمت في آخر الليل وتسحرت فقد نويت. نعم. أحسن الله إليكم، ما معنى وانتظار الصلاة بعد الصلاة يا فضيلة الشيخ؟ معناه أن تصلي الظهر وتبقى في المسجد إلى أن تصلي العصر، تصلي المغرب وتبقى في المسجد إلى أن تصلي العشاء، هذا انتظار الصلاة بعد الصلاة. وقيل المراد أنه ينتظرها ولو كان في بيته، ينتظر أنه إذا جاء الوقت القادمة يصليها مع وقد صلى الماضية، يصليها انتظار الصلاة، يعني أن يعزم على أنه إذا جاءت الصلاة القادمة أن يصليها. نعم. تفضل يا سعد معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم السلام. يا شيخ، كلمة يحاج أو يحاق يعني ما كانوا يقولونها على وقت الصحابة، هل هي مسموح نقولها أو هل هي بدعة؟ طيب شكرا. لا تقولوها، لا تقولوها، لأنكم لا تدرون هل تقبل حجها أو لا، لكن قل يا فلان باسمه. نعم. الله يجزاك خير الجزاء. آمين. شكرا. الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي يا شيخ؟ الحديث القدسي ما كان من كلام الله جل وعلا يرويه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث النبوي فهو ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي معناه ولفظه من الله، الحديث النبوي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، جمع من العلماء يرون أن هذا لا بأس به في فضائل الأعمال، في الترغيب والترهيب، أن هذا لا بأس به، لكن التحليل والتحريم هذا لا يكون إلا بحديث صحيح. نعم. ما هي أشهر كتاب الإمام الطحاوي ومن هو فضيلة الشيخ؟ نعم، الإمام الطحاوي ما هي أشهر الكتب له؟ له شرح مشكل الحديث، هذا كتاب جيد الطحاوي، مشكل الحديث، وكذلك له العقيدة الطحاوية، العقيدة الطحاوية وشرحها للعز بن أبي العز، كتاب جيد ويقرأ ويقرر في المدارس في الكليات، معروف هذا. نعم. زوجة تزوج عليها زوجها فضيلة الشيخ، وطلبت الزوجة الأولى في الرجوع إليه أن يطلق الزوجة الثانية، هذا منهي عنه، لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها، هذا منهي عنه ولا يجوز هذا. وللزوج الحق أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة بشرط أن يعدل بينهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء. استفدنا من فتاوى الشيخ المبنية على الكتاب والسنة ومن توجيهاته ونصائحه، جزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر فريق العمل في مكتبة الشيخ، كما أشكر الزملاء معي في استوديو الرياض. تجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.